قدرات بلدنا مصر الكبيرة العظيمة اللي قدرت إنها على مدار 6 سنين فاتت تستعيد هذه المكانة وهذه القوة وإنها تقدر تكون موجودة في أي حدث دولي بتنظيم رائع بامتياز على أرضها. وخصوصا عايزة أقول وأشيد وبكل فخر وبمنتهى التعصب والتحيز في المجال كمان الرياضي. وده تم مش بالكلام، يعني اللي هيراجع اللي أنا بتكلم فيه ده لا كلام ولا مجاملة، ده اللي احنا اختبرناه في بطولات كتيرة جدا سابقة. النهاردة احنا بنستعد للبطولة الأكبر والأولى تقريبا الأولى عالميا، مش بتكلم على مستوى مصر، منذ أزمة كورونا أو جائحة كورونا العالمية، واللي بيتم تنظيمها على أرض مصر بخبرات وسواعد مصرية، وهي مونديال كرة اليد مصر 2021. ده غير طبعا إحنا عندنا فريق كرة يد متفوق على العالم كله، وده برضو على فكرة بمنتهى التحيز والتعصب والفرحة. عندنا اللي بيتم أو التحضير لمونديال كرة اليد 2021 شيء احترافي. الاحترافية مش بس هي الحاضرة وبقوة في هذا التنظيم، ولكن كمان الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة اللي بتحصل عشان تخرج البطولة بشكل كلنا أوعدكم هنكون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فخورين بيه. خلينا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك يا استاذه اسماء وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك معانا في هذا الصباح، وخلينا نقول بقى الاخبار لهذا الصباح ولكل مشاهدين اكسترا نيوز وللمصريين اللي بيتابعوا الاستعدادات لتنظيم مونديال كره اليد 2021. خلينا بقى في البدايه كمان اقول لكم ان الحملات الترويجيه اللي معموله بشكل شخصي روعه. لإيه بقى؟ لكأس العالم؟ لاستضافة المونديال. طيب اللي بدأت على السوشيال ميديا فعلا. التعصب والتحيز؟ وده مشروع يا فندم، لأن احنا متعصبين لبلدنا يعني. أوكي. طبعا مصر أولا ولا للتعصب في أي شيء يعني، ولكن في حب مصر احنا متعصبين ومتحيزين طبعا. طبعا طبعا. طبعا, طبعاً مصر بالفعل أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية. أيوه. مصر أصبحت جاذبة لكل الأحداث الرياضية، وده بيحسب للقيادة السياسية وللدولة المصرية اللي بالفعل آمنت بهذا المجال واعتبرته أمن قومي. مصر الآن على مشرفة من كتابة تاريخ جديد في الرياضة المصرية. مصر ستستضيف بطولة العالم 2021 لكرة اليد لأول مرة بمشاركة 32 منتخب حول العالم. أول مرة كمان. طب هنقف قبل ما نكمل الخبر والتفاصيل، بعض الإشاعات تم ترديدها على إنه هيتم تأجيل المونديال، هل ده صحيح؟ حضرتك قلت إشاعات. أنا ما أنا بقول لا إشاعات، لا إحنا شغالين على قدم وساق. اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعات يومية ومستمرة لإخراج البطولة في أحسن صورة بشكل يليق باسم وسمعة مصر. أمس كان هناك اجتماع للجنة المنظمة بحضور الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمهندس رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. أكيد هناك استعدادات على أعلى مستوى، والنهاردة اجتماع مهم جدا جدا بحضور وزيرة الصحة في مقر التعليم المدني في الجزيرة بحضور الدكتور أشرف صبح والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لكمان بحث الاستعدادات الخاصة بالنواحي الطبية وكمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواكبة فيروس كورونا لل 32 منتخب. طب في ظل التخوف بقى العالمي من جائحة كورونا اللي ربما تصل للذروة مع مطلع العام القادم، وانا هنا ما بتكلمش عن مصر، اكيد انتوا فيما يتعلق بتنظيم مصر لهذا المونديال في ظل ظروف استثنائية بيمر بيها العالم كله، اكيد كان في خطوات استباقية، اكيد في بعض المعايير اللي وضعتها الدولة المصرية كي تستضيف هذه البطولة العالمية. مصر من أفضل الدول اللي واجهت فيروس كورونا وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، وده ادانا أفضلية كمان إن احنا نقدر ننظم بطولة بالشكل اللي إن شاء الله اللي هيبهر العالم. يمكن احنا أبهرنا العالم في قرعة المونديال اللي تمت تحت سفح الأهرامات، كانت حاجة مشرفة جدا والكل أشاد بها، وكالات الأنباء العالمية أشادت بها، وكل البلدان اللي هتشارك إن شاء الله في هذا المونديال أشادت بحفل القرعة. أكيد إحنا هيبقى لنا دور مهم جدا 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 كبلد لل 31 منتخب اللي هيشاركوا، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة. إحنا هنقدم حاجة ولا أروع سوف يشهد لها التاريخ.